أجواء بشكل عام لغاية الآن، توليفة الفريق شلون تشوفها وقع؟ والله أستاذ علي يعني الأجواء يعني أنا مثل ما قلت لك يعني حماسية، اللاعبين يعني لهم رغبة كبيرة يعني باللعب، خاصة يعني وجود أكثر من مركز من لاعب نفس المركز. حلو. يعني الأجواء كلها إيجابية، يعني الأمور الإدارية، أسماء الجهاز الفني والإداري مميز، الكابتن سار يعني مدرب يعني كبير صاحب إنجاز النادي الطلبة، وستاف المحترم يعني مميز الكابتن مهدي أبو هيلة، تحياتنا له، وكابتن حيدر أبو عجة، وكابتن حسين كامل، ومدرب اللياقة أنمار، يعني كلهم محترمين ومميزين وجاي يعملون بكل إخلاص، تحياتنا لهم. بما أنه ذكرت الكابتن ثائر، عودت إلى تدريب الطلبة بعد ما أعلن تركه التدريب في حادثة شهيرة، شنو رأيك بيها؟ أنا تتكلم وياي قبل ما ألتحقه يعني بالوحدة الأولى التدريبية للنادي، قال لي لو ما أشوف أكو لاعبين قادرين على المنافسة على اللقب الدوري، قال أنا ما أرجع للطلبة. قال بس أنا نهايتي أريد أختمها مسك، قال أريد أخذ دوري ويا الطلبة وأبطل تدريب. هي هاي الكلام يعني كان وياي أمنية أو شعور عنده إنه ياخذ الدوري؟ لا مو أمنية، هو الكابتن أصلاً يعني هو لا بالختام أقصد. بالختام هو يعني أريد يختمها مسك، يريد ياخذ دوري وأبطل، قال أريد أخذ يعني إنجاز حققه بنادي الطلبة. حلو. اللاعبين الموجودين حاليا بالطلبة من اختيارات الكابتن ثائر أحمد، لو حيدر محمد أبو عجل، لو كابتن مهدي كاظم، لو جميع اللاعبين بآراء يعني الكابتن ثائر وكابتن حيدر أبو عجل وكابتن مهدي أبو هيلة بتشاور مع الهيئة الإدارية. ماكو أسماء أجت قبل أن يجي كابتن ثائر؟ ممكن أصلاً. ممكن بس هو قبل لا يعلن الإعلان الرسمي الكابتن ثائر، كابتن ثائر متفق هو يعني مبدئيا متفق ويسألون على اللاعبين، بس الأكثرية مثل اللاعبين هو يعني من خيارات هو كشاف المواهب الكابتن حيدر أبو عجل يعني الأكثر الأسماء.